قيادات الجيش، أيها الضباط والجنود، أيها المواطنون والمواطنات، أيها الضيوف الكرام من المجلس الوطني التأسيسي والشخصيات الوطنية، أولا هناك واجب الذكرى. ما كنا لنجتمع في هذا الموكب وما كنا لنكون في هذا المكان لولا تضحيات شهداء الثورة ولولا تضحيات المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية. وبالتالي فإن واجب الذكرى يحتم علينا أن نقف لهم تكريما وإجلالا وأن نقرأ الفاتحة جميعا. بعد واجب الذكرى هناك واجب الشكر. الشكر قبل كل شيء للعائلات لما تحملته من آلام طيلة هذه السنين. الشكر لضحايا هذه المظلمة الكبرى الذين لم يفقدوا أبدا ثقتهم في بلدهم. الشكر لكل الجمعيات التي وقفت طوال هذه السنين للدفاع عن المظلومين. الشكر لوزارة الدفاع ووزارة العدل، للمجلس الوطني التأسيسي، لكل من قاموا بمجهودات جبارة حتى ترفع هذه المظلمة. بعد واجب الذكرى واجب الشكر هناك واجب العدل. العدل التاريخي الذي يجب أن يوصف هذه المجموعة. هذا العدل بفضل الثورة والحمد لله حصل وإن أتى متأخرا ومتأخرا جدا. لكن يجب أن نفهم دلالة هذا الموضوع، دلالة هذه اللحظة التاريخية. هناك أولا طي صفحة مظلمة من تاريخ البلاد. نحن في هذه اللحظة نواصل طي صفحات مظلمة من تاريخ البلاد ومن جملتها هذه المظلمة الكبرى. صفحة مظلمة رأت الاستبداد يصول ويجور في هذا البلد ويتطاول على كرامة كل الناس، العسكريين والأمنيين، النساء والرجال. هذه الصفحة المظلمة تطوى اليوم ونحن في هذا المكان الذي كان عقر الدكتاتورية في هذا المكان لنقول أن الحق في آخر المطاف هو الذي ينتصر دائما على الظلم. نحن هنا أيضا لطي صفحة مظلمة من تاريخ علاقة الدولة بالجيش. فالاستبداد من طبيعة الاستبداد المبني على المصالح الخسيسة والمبني على المصالح الفردية والمبني على تجاهل القيم العليا أن يكون خائفا دائما على نفسه وعلى سلطانه وأن يخشى القوة التي يمكن أن تطيح به. وبالتالي رأينا ونرى دائما الاستبداد لا يخشى شيئا قدر خشيته من الجيش، خاصة إذا كان جيشا مثل جيشنا، جيش رفض دائما وأبدا أن يكون ظالعا في الظلم، أن يكون ظالعا في القمع، أن يكون ظالعا في الفساد. هذه العلاقة، علاقة الدولة الاستبدادية بجيش النظيف، هي التي كانت وراء هذه المظلمة الكبرى. وهناك أيضا طي صفحة علاقة الدولة بحقوق الإنسان. فهؤلاء الضباط الذين انتهكت كرامتهم والذي نزعت عنهم أزياءهم العسكرية والذين تعرضوا للتعذيب كانوا من جملة التونسيين الذين أيضا نزعت عنهم ملابسهم وتعرضوا لأبشع انتهاكات الجسم وأبشع انتهاكات الروح. إنها علاقة الدولة الاستبدادية بحقوق الإنسان، فهي لا تعترف أصلا لا بهذه الحقوق ولا بهذا الإنسان. وبالتالي فالدلالة اليوم لاجتماعنا هنا في ما كان قبل عقر الدكتاتورية
أننا انتصرنا انتصاراً كاسحاً، أننا طوينا صفحة مظلمة من تاريخ البلاد، من تاريخ علاقة الدولة بالجيش، من تاريخ علاقة الدولة بحقوق الإنسان. وأنا في آخر المطاف، انتصرت الديمقراطية على الدكتاتورية، انتصر الجيش على من حاول أن يهينه وأن يذله وأن يستعمله، وانتصرت حقوق الإنسان على من انتهك دوما حقوق الإنسان. نحن اليوم في هذه اللحظة بصدد فتح صفحة جديدة في كل هذه العلاقات، صفحة منيرة في تاريخ البلاد، وأن هذا البلد سيكون من هنا فصاعدا إن شاء الله دولة قانون ودولة مؤسسات، دولة تحترم حقوق الإنسان. وأيضا نحن بصدد فتح صفحة جديدة من علاقة الدولة بالجيش، فالدولة الديمقراطية كما ردت دوما وأبدا لا تخشى الجيش، لأن الدولة الديمقراطية تؤمن بالتتابع، بالتداول على السلطة، وبالتالي فأن من يأتي هذا المكان يعرف أنه سيخرج منه، ويعرف أنه معرض للمساءلة، ويعرف أنه معرض للمحاسبة، ويعرف أن هناك قضاء مستقل وعدالة مستقلة. وبالتالي فأن طبيعة النظام الديمقراطي، طبيعته، آليته، تحرم أن تكون هناك علاقة مثل التي وقعت بين الدكتاتورية وبين هذا الجيش. وأيضا فأن الديمقراطية التونسية اليافعة اليوم بأمس الحاجة إلى جيش قوي، بأمس الحاجة إلى جيش متماسك، بأمس الحاجة إلى جيش له معنويات عليا، ونحن سنعطي كل هذا الجيش. وأريد هنا أن أؤكد من جديد على أن الدولة وأنا شخصيا ندعم كل الدعم الجيش، وأننا لنا ثقة تامة في قياداته، وأننا نريد هذه القيادات أن تواصل العمل ليلا نهارا حتى نجتث الإرهاب. أننا نريد لتونس جيشا قويا في السنوات المقبلة، نتأهب له من الآن، نعد له العدة من الآن. هذا هو الطريق الذي ترسمه الدولة الديمقراطية للجيش، الجيش الوطني، الجيش الذي يخدم الوطن وليس هنا حصنا لفاسد أو مستبد. أريد هنا من جديد أن أتوجه إلى العائلات وإلى الضباط والجنود الذين قاوموا كل هذه السنوات، الذين حافظوا على معنوياتهم، والذين حافظوا على مطلبهم لحقوقهم، ليقول لكم بكل بساطة شكرا شكرا شكرا. أسفي الكبير على كل المعاناة التي تعرضتم لها، عوضها لكم الله، عوضها لكم الله. المهم هو أن تبقوا دائما وأبدا ذخرة للوطن، وأن لا تتركوا أي حفيظة في نفوسكم على ما مضى، لأن الدولة لم تكن مسؤولة عنه بقدر ما كانت مسؤولة عنه عصابات من الإجرام، عصابات حق عام استولت على الدولة واستولت على مقاليد هذه الدولة، ولكننا والحمد لله تخلصنا منها. إذن مرة أخرى معذرة خاصة للنساء، للأمهات، للأطفال، لما لحقكم من آلام. مرة أخرى شكرا على كل ما قدمتم، والتحية تونس، والسلام عليكم.